يوصل للمرحلة دي. فالمهم انا خسرت في التقريبي، يعني خلي المبلغ اقول انا خسرت 250,000 تمام. فالمهم بقى اللي انا عشان اعوض، انت عارف التعويض انا كنت اعوضه ازاي؟ منهم جالي مسج من شركة ون بت تمام، اللي انا اتواصل معاهم، اتواصلت مع حد وهو اتكلم معايا قال لي انت هتجيب كذا شخص معاك، احكي لك برضه الموقف اكيد اتعرض عليك لتشوف ان انا بكذب وبحاور ولا لا. كلمني واحد من اسيوط قال لي انا تبع ون اكس بت، فمحتاج منك ايه، هتجيب لي 5 اصحابك وتقعدوا في سايبر وتتصوروا فيديو مع بعض. قلت له تصدروا فيديو مع بعض ان انتوا قاعدين على كمبيوترات وبتاع، عشان عايزين نعمل ايه اسمها يا ربي، موبي كاش، لو انت تعرف تسمع عنها. موبي كاش تقريبا اسمها موبي كاش والله اعلم. وقال لي اول حاجه كده على الطاير كده يا باشا، ان شاء الله تستنى مني بالليل على محفظتك 20,000 بعد ما تبعت الفيديو. بص يعني ما تبعتليش الفيديو كامل، قال لي ابعت لي الفيديو منه 3 ثواني وانتظر مني 20,000 جنيه على المحفظه، وقسما برب العزه ما بكذب عليك في حرف. ولا هتعمل كده وتبقى مروج ان شاء الله معانا، هديك هنديك حساب ديمو وهنديك كذا وكذا ولك راتب شهري ولك مش عارف ايه. اللي هو انا اطلع بقى ايه على اليوتيوب، انا خسرت يلا هوب احط جنب 1000 جنيه، هوب يا دين امي جاب 20,000 جنيه كريستال، خش يا جدعان انت فاهمني. لا السيستم واعي دلوقتي ما حدش يخش، لا نسبه الحظ، اللي هو المعلم بتاع جو بيت، المعلم بتاع جو بيت اللي هو واخد الترند في الحوار ده على اليوتيوب، اللي يقول لك ايه ست الكل اسمها ست الكل دي. لا يقول لك ايه، لا ما علينا من جو بيت، انا بقول لك على واحد كده مشهور او اسمه جو بيت، عامل قناه على اليوتيوب اسمها جو بيت مش فاكر اسمه، يقول لك ايه نسبه الحظ، هتبعت لي الاي دي بتاع حسابك وانا اقول لك نسبه الحظ بتاعتك كذا كذا، اقول لك تخش تلعب ولا لا. هو اصلا الفكره اللي انا هديك برومو كود تخش تسجل بيه، هتشحن لي 1000 جنيه اخد منك 200 جنيه ولا 100 جنيه عافيه كده هتخسرهم. وما فيش حاجه اسمها تعويض، تعويض ده على الله، تعويض ده عند ربنا فوق بس. هتعوض اللعبه السيستم بقى حاليا يا كبير ماشي ازاي بقى 2024 بقى النظام برضو اللي اقول لك عليه، لان حد كان معايا واستفسرت منه او دخلت عنده على اداره الحساب وكده اللي هي الايداعات، بيعمل ازاي بقى، اشحن 10,000 جنيه هتخسرهم تمام، هتشحن كمان 2000 هتقوم خسرهم، اصبح انت كده خسران 12,000، تعال العب ب 100 جنيه هديك 4,000 جنيه، يبقى انت كده ايه، لا ده انا بكسب، تعال اشحن تاني تخسر. حوارات كلها كدب في كدب. لا ما اقصدش، انا بقول لك على الشركه حاليا بتخسر بس. انا فاهم قصدك، هي كل دلوقتي داخل في دور الحوارات، الناس اللي بتروج وبتوهم الناس دي عشان تخش تلعب، الناس بتوهم الناس، يعني الناس اللي بتروج بتقول له سجل بالبرمكود والبودنجان. يا باشا الراجل في واحد بيعلق تحت بيقول ايداعات المبالغ لم تصل، يا جماعه والله العظيم ما لها حق، ما مش كده والله، وقسما بالله يا باشا مش كده. حوار تعليق الايداع ده، حوار تعليق الايداع ده متعمد، حوار تعليق الايداع قسما بالله العلي العظيم متعمد. الوكيل نفسه لو انا بعت وقت ما بتبعت بيظهر على السيستم بتاع الرقم الموبايل ان في مبلغ من اي دي حساب كذا كذا ورقم موبايل كذا كذا، لو هو عايز يحطهم لك هيحطهم لك، ان هو بيعلقهم لك عشان ايه، يرن عليك بعدين يقول لك ايه انا وكيل معاك وقت، يلا ايه ابعت لي على طول يا باشا فوري اشحلك فوري عشان يخسرك فوري، عايز يخرب بيتك ويخرب بيت ابوك ويبيعك اللي وراك واللي قدامك. مفيش حاجه اسمها دعات ما بتوصلش. خلينا في حوارنا يا اخو احمد، هو اخويا بيقول لك ما اتكلمناش في النقطه دي، لك احنا خلينا في فكره اقولها برضه، معلش اقطع لكلامك، معلش انا اصلا عندي كلام كتير والله عايز اقوله، حاجه نصيحه لوجه الله للناس اللي في دماغها حاجه، عشان في حاجه انا ايه لاحظتها في ناس كتير بتعملها، اللي هو بيقول لك ايه انا هجيب موبايل ما تلعبش من عليه خالص واعمل حساب واخش العب، والمصحف بتاع ربنا بصمتك محفوظه عندهم، والمصحف بصمه صوابعك كلها محفوظه عندهم، والمصحف بتاع ربنا لقطه الكاميرا بتاعت اي موبايل بياخد منك لقطه الكاميرا، البتاع ده اوسخ من الموساد يا باشا، دي تطبيقات عليها فيروسات صعب جدا ملغلمة. معلش يعني شفت بصمه الصبع كده، شفت لما انا جيت قدام الكاميرا خلاص كده عارف ان انت، عارف ان انت كنت بتلعب عندي وجات ايه تضحك عليا من موبايل تاني، بس مسكتك للموبايل بس كده بتتهز بيخسر فيك، بيبقى عارف ان انت مرتبك وعارف اللي هو